السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، رجعتكم فيديو جديد معكم زيزو بوان إغريك تي. خوتي اليوم راح نوريكم الاحداث الجديدة خوتي نزلت اليوم اخوتي. صراحة الاحداث يعني نوعا ما احداث يعني لما توقعنا ستنزل هذه الطريقة توقعنا يعني شيء افضل من شركة غارينا. بخوتي الاحداث هي هذه كما ترون الان على الصورة، هذه هي الاحداث بخوتي. اليوم نشوف اخوتي ما هو الفرق بين السيرفر هذا السيرفر نعم السيرفر الخاص بنا والسيرفر الهندي، من الافضل السيرفر الخاص بنا او السيرفر الهندي، والاشياء اللي تنتظرنا في بعد 5 ايام اي في 1 يناير بشكل اوضح يعني 1 جانفي اخوتي بخوتي. كل هذا سنتعرف عليه في هذا الفيديو، ما تنساش واحد لايك والاشتراك في القناة. يلا خوتي نبداو معاكم الفيديو بعد الانترو القصير. خوتي رجعتكم من جديد، اوكي اليوم راح نتعرفوا الاحداث التي نزلت اخوتي. بون كنكم تشوفوا اخوتي من 28 ديسمبر حتى يناير سينزل هذا اللي فوق لنا الحقيبه والمجلجة اخوتي، من 28 ديسمبر الى 1 يناير يعني 5 ايام بينهم ستنزل هذه السكينه. نزل صراحه نزلت اخوتي، ما نزلت الحقيبه هذه هي لم اظن نزلت او لم تنزل دقيقه. نعم نزلت اخوتي هي نعم من 28 ديسمبر اي اليوم الى غايه 1 يناير او 1 جانفي اخوتي يعني في السنه الجديده. كما ترون نزلت هذه الاحداث من انت ما ترون اخوتي مزلجة وهذه الحقيبه يعني وما حقيبه يعني ليست لم اتوقع ذاتها فقط الى 10 لان لم اتوقع ان هذه الحقيبه نزلت من قبل اخوتي. بزاف لاعبين عندهم الحقيبه هذه يعني اخوتي ماشي حدا يعني نقولها 10 على 10 او شي حاجه، والله حدث نوعا ما حدث سيء اخوتي من 10 ما اعطي اكثر ولا اقل. نزل سكينات بنات لم نتوقع ان ينزل سكين الشاب اخوتي، نزل 3 سكينات بنات يعني شي يعني نوعا ما لما نتوقع اخوتي 10 من هذا الحدث. كما طرح لك من 1 يناير سنحصل على 10 من تيكيتات الدياموند رويال ويعني خريطة جديدة خريطة برمودا الجديدة خوتي. من 1 يناير سترون انا خوتي هيا دخول الى هنا سأخبركم ان الخريطة الجديدة ستكون 1 يناير. ممكن نشوف يعني تبقت 5 ايام خوتي، ممكن مشاهدة الفيديو في اليوتيوب خوتي من قناة غارينا. نزلت الفيديو اني يعني اظن يومين 3 ايام نزلت فيديو ان لم اخطئ، فدخل فقط هناك يعني بطء في الانترنت اخوتي. المهم خرج فقط نقول فقط تبقى 5 ايام من الخريطة الجديدة بخوتي. دوكا نشوفوا المقارنة بين اخوتي. نشوفوا اول شيء شوفوا هذه التوب اب هذه اخوتي، هذه البقلة نزلت في السيرفر الهندي عبارة عن مجان، نحصل عليها بالمجان. يعني كما ترون السيرفر منا وافضل يعني السيرفر اعطتنا نشحن و اوكي. سترون هذه الصورة لاثبت انها حقا لا اكذب. انظروا الى الصورة اخوتي بالمجان مع مجموعة من الجوائز الاخرى اخوتي. صراحة هناك يعني حدث افضل من حدثنا هناك. سترون اخوتي هذا الفيديو يعني سأريكم سترون الان هذه الصورة يعني نفس الشيء اخوتي يعني لكن نزلت بالمجر وضم بعض من الشخصيات اخوتي. كترى ان صراحة تقول السيرفر مين يعني وش اقول صراحة السيرفر صراحة اقول صراحة يحبون المال اخوتي يعني يحبون الربح اخوتي بزاف 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 يعني انا بقول الشركة تريد ان تربح صراحة لكن بسيرفر المين يعني صراحة الشيء سيء صراحة. اوكي خوتي دوكا نشوفوا اخوتي الاغراض الاخرى التي نزلت في السيرفر الهندي نزلت اول شيء ستنزل ان شاء الله في السيرفر الهندي. تابعوا معنا هذا الفيديو مع الشرح. اذا اخوتي قطروا عندنا هذه المركبه وعندنا اشياء اسطوره شخصيات وجوائز اخرى ومزلجات هذه الثلج اخوتي راح تنزل
لا صح نزلت في نعم نزلت في سيرفر الاندي ايضا ستنزل في هذا السيرفر لكن بشكل بشيء مختلف وسيقوم بنزع بعض من السكينات ونزع بعض من الاشياء وينزل هذه قناه ينزل هذه السكين لهذه المزج ان شاء الله ستنزل في هذا في سيرفنا المينا سيرفر المينا وعندنا بعض من هذه السكينات اخوتي نسكن الشاب عندنا اخوتي وسكين البيت ايضا حصلنا عليه من قبل الذي لم يحصل عليه اخوتي سيحصل عليه في 1 يناير ان شاء الله اخوتي نعم هناك جوائز اخرى سكينات اسطوريه ايضا ودنا اني اشياء كثيره وعندنا سنحصل ايضا نحن سنحصل ايضا على هذا نعم هذا البون يا اخوتي يعني قبعه هذه تاع الثلج وهذا السكين الابيكاروت اخوتي سنحصل عليه في 1 يناير ان شاء الله ايضا اخوتي هذه عباره عن الاحداث الموجوده في السيرفر الهندي صراحه السيرفر الهندي افضل من السيرفر اخوتي هناك اشياء اسطوريه نزلت اخوتي ولم تنزل اوكي اخوتي وصلنا لنهايه الفيديو ما تنساش واحد لايك والاشتراك في القناه ان كنت غير مشترك فاخوتي اكتب فتنسوا فقط في التعليقات ما رايكم عن هذا اسمه السيرفر الافضل السيرفر مينا او السيرفر الهندي من ناحيه الاحداث اوكي اخوتي نتلاقوا في فيديو الجاي ان شاء الله بحدث جاي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Just focus on it.